مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا للكنائس. وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 76 كنيسة، وده إجراء تقريبا بيتم بشكل دوري وبنتابعه بشكل دوري، إن مجلس الوزراء بيوافق على تقنين الكنائس والمباني. لعل حد يسأل يعني ايه اهميه ان يبقى في التقنين للكنائس والمباني؟ ما هي الدنيا ماشيه والكنائس مفتوحه والمباني شغاله، ما فيش مشكله. الحقيقه دي من الاسئله اللي لازم كلنا نبقى عارفين اجابتها. اهميه التقنين، اهميه ان انت يبقى معاك ورق رسمي، ورق قانوني للمبنى الخدمات او للكنيسه. دي انا بشوف ان هو امر مهم جدا، مهم عشان الكام سنه اللي احنا موجودين فيهم. لا، هم اكيد مش موجودين عشان كده، موجودين عشان السنين اللي جايه، موجودين عشان الازمنه اللي جايه، موجودين عشان احفادنا، موجودين عشان الاجيال اللي جايه يجي. طيب، عشان نعرف اكتر ونسال السؤال ده، وانا احب اسمع اجابته. طبعا من قدس ابونا القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهلا بقدسك يا ابونا. اهلا يا اخي اسحاق، صباح الخير. صباح الفل على قدسك. صباح الخير يا قدس ابونا. قدس ابونا صباح الخير يا هبه. صباح الخير على قدسك يا ابونا، اهلا بيك. قدس ابونا، يعني خبر بيقول مجلس الوزراء يوافق على تقنين اوضاع 76 كنيسه ومبنى تابعا لها. ده بقول ده ان ده اجراء بيحصل بصفه دوريه، ومجلس الوزراء بيتم الاعلان عن الكنائس والمباني اللي تم تقنينها. وكنا لسه بنتكلم مع الساده المشاهدين عن اهميه فكره التقنين للكنائس والمباني التابعه لها، مش حتى للجيل ده، للاجيال اللي جايه. اهميه ده ايه يا اتسابون؟ طبعا هي دي زي ما حضرتك قلت جرعه جديده من الكنائس والمباني اللي بيتم تقنينها، يعني من وقت اقرار القانون في 2016 لغايه النهارده. عمليات دراسه اوضاع الكنائس الغير المقننه والمباني كذلك شغال، وكل ما بيتم ضبط الوضع القانوني للكنائس دي على طول بيتم اقرارها. اهميته طبعا انه اصبح للكنيسه اوراق بتثبت وجودها وبتثبت وضعها، بما يسهل بشكل كامل تسديد احتياجات الكنائس في حالة احتياجها لأي إجراء، يعني حاجة تخص كهرباء، حاجة تخص مية، حاجة تخص أي شيء، يعني تسهيل الإجراءات الخاصة بالكنائس. طبعا النقطة الثانية أنه كون أن يبقى المبنى الكنسي له أوراقه القانونية المعترف بها لدى الدولة، ده بيحفظ حقها في كل شيء، وبيحفظها بالأكثر من أي إجراء تعسفي ممكن يحصل أو مخالفات تقع تحت طائلة. طبعا هو الأهمية دي احنا بنشعر بقيمتها، لأنه الوضع ده، وضع التقنين جه أو القانون يعني جه بعد عقود من المعاناة في ظل موضوع الخط الهميوني وحالة السيولة في فهم وفي التعامل مع الكنائس في قصة. احنا جينا في زمن يا أتسابونا كان في وقت إن لو الكنيسة حابة تهد الحمامات عندها وتعمل حمامات جديدة أو تبني حاجة، تبني أوضة جوه الكنيسة أو حتى تبيض جوه الكنيسة أو تعمل أي حاجة، كان بتبقى إشكالية كبيرة جدا يعني. بدون شك، يعني يمكن ده اللي اقصده، انه ما كانش في وضوح في الامر والامور كان فيها معاناه واضحه. طبعا يعني في معنى ثاني مهم بالنسبه لنا، انه عمليات التقنين المستمره دي خطوه على طريق المواطنه والمساواه. صحيح. يعني انا دلوقتي كقبطي بشعر انه
حقي الأصلي الأساسي في أن يكون لي مكان عبادة، حق أصبح مقنن وأصبح أيضا باخده كمواطن كامل على أرض مصر. والأمر يعني الحقيقة يستحق كل الدعم والشكر للدولة على مش مجرد إقرار القانون إنما ما أثبتته الأيام، وهو الجدية في تطبيق القانون بما يعطي الحق للمسيحيين المصريين إنهم يلاقوا مكان العبادة بتاعهم ويبقى وضعهم مقنن. نشكر قدسك جدا أبونا القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ألف شكر لقدسك.